نأمل إن هو يتم طرح جزء كبير من أسهمه على الأقل 20% يعني إن شاء الله. نتمنى البنك القاهرة وهو مقيد في البورصة، نتمنى مقيد قيد مؤقت يعني، نتمنى إن هو يتم طرحه، بنأمل إن هو يتم في خلال سنة 25 يعني. نتمنى إن شاء الله في خلال الفترة المتبقية من عام 24 نأيد شركتين في البورصة، يبقى في طرح على الأقل. حاليا تحت الدراسة حوالي 11 شركة بندرسهم، مش لازم ال 11 طبعا يتم قيدهم، لأن احنا عندنا يعني الشركات اللي بيتم دراستها مش كلها بتقيد في البورصة، بننتقي الأفضل دايما للقيد في البورصة.